عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا LVA Academy على اليوتيوب. كما تعرفوا LVA Academy est une plateforme éducative en ligne تتجه qui s'adresse à tous les niveaux من السنة السابعة إلى البكالوريا في جميع المواد الأدبية والعلمية. درسنا اليوم في مادة الفيزياء إلى تلاميذ السنة التاسعة وهو درس مهم لأنه إن شاء الله في السنة المقبلة باش نعاودوا نتعرضوا إلى نفس الدرس لكن بالفرنسية في سنة أولى ثانوي. ما تنساوش الاشتراك على قناتنا LVA Academy وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا بارتاجي توت لي نوفوتي افيك فوز امي اي فو كوليك باش تعم الفايدة لجميع التلاميذ. ومرحبا بكم دائما في قناتنا LVA Academy. سلسلة اليوم من التمارين هي للتفاعل الكيميائي. التمرين الأول يحترق غاز الإيثان وهو C2H6 في أكسجين الهواء فنتحصل على غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. أذكر عناصر التفاعل الكيميائي وصنفها إلى متفاعلات ومنتجات. السؤال الثاني أعطي ضرورية كل هباء في التفاعل الكيميائي السابق. السؤال الثالث ارسم المعادلة المتوازنة لهذا التفاعل الكيميائي اولا باستعمال الصيغ الكيميائية الهبائية وثانيا باستعمال النماذج الهبائية. اذا كما عودناكم خليكم لحظات للتفكير ثم ننتقل مباشرة الى الأسلحة. اذا المتفاعلات هي غاز الإيثان والأكسجين والمنتجات ما ينتج عن هذا التفاعل يسمى بالمنتجات وهو غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. السؤال الثاني قلنا أعطي ضرورية كل هباء في التفاعل الكيميائي السابق. نذكر بتعريف الضرورية. الضرورية هو عدد الذرات المكونة للهباء الواحدة كما يطلق عليها اسمها الذرارية وهي مشتقة من الذرة. إذن بالنسبة لغاز الإيثان عفوا الذي يتكون من ذرتي كربون وست ذرات هيدروجين فإن ذراريته 8. غاز الأكسجين يتكون من ذرتي أكسجين إذن ذراريته 2. غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 يتكون من ذرة واحدة كربون وذرتي أكسجين فذراريته تساوي 3 في حين أن بخار الماء يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين H2O يعني أن ذراريته تساوي 3. إذن باستعمال الرموز الكيميائية لنا C2H6 مع O2 تعطينا H2O مع CO2 بدون النظر إلى 4 و6 و7 و2 وهو التوازن الذي قمنا به في هذه في هذا التفاعل عفوا. كيفاش نقوم بعملية التوازن؟ عند البداية كان عندنا ذرتي كربون وفي النهاية ذرة واحدة. يجب التعامل وفق مبدأ حفظ الكتلة في التفاعل الكيميائي. يجب أن يكون عدد الكربون في المتفاعلات يساوي عدد الكربون في المنتجات ونفس الشيء بالنسبة للهيدروجين ونفس الشيء بالنسبة للأكسجين. إذا معنا 4 كربون في المنتجات 4 2 في 6 تساوي 12 يعني عنا 12 هيدروجين وعلى اليمين 6 في 2 تساوي 12. بقي لنا الأكسجين عنا 7 في 2 14 ذرة أكسجين في المنتجات 6 مع 4 في 2 4 في 2 8 8 مع 6 تعطينا 14. وهنا السؤال الأخير التفاعل باستعمال الرموز الهبائية يعني C2H6 عندنا هباءتي إيثان
مع 7 هباءات أكسجين تعطينا 6 هباءات ماء أو بخار الماء و4 هباءات CO2. إذن قلنا نتحصل في المتفاعلات على 6 هباءات بخار الماء H2O و4 هباءات ثاني أكسيد الكربون. إذن نمر إلى التمرين الثاني، وفيه التجربة الموالية. نأخذ مخبر به محلول كلورير الباريوم ونسكب فيه قطرات من حامض الكبريتيك. نلاحظ وجود رواسب بيضاء بعد برهة من سكب هذه القطرات. السؤال الأول، ماذا يسمى تحول حامض الكبريتيك ومحلول كلورير الباريوم إلى رواسب بيضاء؟ وماذا تمثل هذه الرواسب البيضاء؟ نجيب على السؤال الأول والسؤال الثاني لأنهما مترابطان. يسمى تحول حامض كبريتيك ومحلول كلورير الباريوم إلى رواسب بيضاء تفاعلا كيميائيا، وهذا التفاعل ناتج عن متفاعلات ألا وهي حامض الكبريتيك ومحلول الكلورير الباريوم. وكل تفاعل كيميائي، بما أن هناك متفاعلات إذن فهناك منتجات، وأحد هذه المنتجات هي الرواسب البيضاء، فهي أحد منتجات التفاعل الكيميائي. بالنسبة للسؤال الثالث، إضافة للرواسب البيضاء يوجد في الكأس كمية من كلورير الهيدروجين وحامض الكلوريدريك. قارن بين كتلتي المادتين المتحصل عليها بالكتلة الجملية للمتفاعلات. هذه هي نفس القاعدة التي استعملناها منذ قليل في التمرين الأول، وهي قاعدة الحفاظ على الكتلة الجملية. إذن كتلة المتفاعلات الجملية يجب أن تتساوى مع كتلة الجملية للمنتجات، وهو قانون الحفاظ على الكتلة في التفاعلات الكيميائية. إذن الإجابة في التفاعل الكيميائي تتساوى الكتلة الجملية للمتفاعلات مع الكتلة الجملية للمنتجات. يبقى السؤال الرابع، علما أن الصيغة الكيميائية لهباءة كلورير الباريوم BaCl2 وهباءة حامض الكبريتيك هي H2SO4، هباءة حامض الكلوريدريك HCl، هباءة كبريتات الباريوم يعني الرواسب البيضاء وهي BaSO4، اكتب المعادلة المتوازنة لتفاعل حامض الكبريتيك مع كلورير الباريوم. إذن عندنا متفاعلات تعطينا منتجات. حسب الصيغة الموالية، H2SO4 مع BaCl2 يعطينا BaSO4 مع 2HCl. لنتثبت هل التفاعل الكيميائي التالي متوازن أم لا، ذرتي هيدروجين في المنتجات، ذرة كبريت، أكسجين 4 أكسجين، باريوم 1 الكلور 2 كلور. إذن التفاعل الكيميائي الموالي متوازن. نمر إذن إلى التمرين الثالث، وهو كذلك عبارة عن تجربة. في القارورة الأولى على اليسار نضع ماء مع قطع طباشير ونسكب القليل من محلول كلورير الهيدروجين. تكون القارورة مغلقة،
لأن هذه التجربة سينتج عنها غاز يمر عبر هذا الأنبوب ليتم نفثه في ماء جير، ونلاحظ تعكر ماء الجير وظهور رواسب بيضاء. حسب هذه التجربة، كم يوجد من تفاعل كيميائي؟ أترك لكم قليل من الوقت للتفكير. وفي هذا التفاعلات، في هذه التفاعلات عفوا، إن كان هناك تفاعل أو اثنان أو ثلاثة، ما هي المتفاعلات يجب تحديدها؟ إذا نمر إلى الإصلاح. من خلال التجربة يوجد تفاعلان كيميائيان على مستوى القارورة التي على اليسار. محلول كلورير الهيدروجين سيتفاعل مع الطباشير. على اليمين ماذا لدينا؟ غاز ثاني أكسيد الكربون مع ماء الجير، عفوا هذه خطأ مطبعي، ماء الجير. نمر الآن إلى السؤال الموالي، وهو التفاعل الكيميائي في كل طرف من هذه التجربة. أكتب المعادلة المتوازنة لكل تفاعل كيميائي، علما أن التباشير هو كربونات الكالسيوم CaCO3، حامض الكلوريدريك HCl، كلورير الكالسيوم CaCl2، والماء هما من منتجات التفاعل الكيميائي الموجود على اليسار يعني في القارورة. ماء الجير الموجود على اليمين هو CaOH2. إذن التفاعل الكيميائي الأول HCl مع CaCO3 يعطينا H2O مع CO2 مع CaCl2. في التوازن 2 HCl. نمر الآن إلى التفاعل الكيميائي الثاني، CO2 مع CaOH2 يعطينا H2O مع CaCO3. لاحظوا أن التفاعل متوازن، 2 أكسجين 2 4 أكسجين 3 أكسجين 1 4 2 هيدروجين 2 هيدروجين كالسيوم 1 كالسيوم 1 كالسيوم كربون 1 وكربون 1. نمر الآن إلى التمرين الرابع. إذن سنقوم بموازنة المعادلات الكيميائية التالية. في المتفاعلات لنا H2O عفوا مع O2 شعتينا H2O منتجات. نلاحظ أن لدينا ذرتي هيدروجين وذرتي هيدروجين على اليمين، لكن على اليسار ذرتي أكسجين وذرة واحدة أكسجين. الإشكال يطرح في عدد ذرات الأكسجين. إذن ماذا سنقوم؟ نقوم بضرب ذرة عفوا هباء O2 في 1/2 فيصبح 1/2 ضرب 2 1. لكن في الطبيعة لا يوجد 1/2 O2، لا يمكن موازنة التفاعلات بأعداد كسرية، فنقوم بضرب كل المعادلة في 2، بالتالي يصبح لدينا 2H2 مع O2 تعطينا H2O. نمر إلى الثاني، P مع O2 تعطينا P2O5.
عندنا فوسفور واحد على اليسار، اثنان على اليمين، اثنان أكسجين على اليسار، وخمسة أكسجين على اليمين. فماذا نقوم؟ نقوم بمعادلة الفوسفور، اثنان فوسفور واثنان فوسفور، ماذا يبقى؟ اثنان أكسجين وخمسة أكسجين. فماذا نفعل؟ نضرب في خمسة على اثنان، خمسة على اثنان في اثنان تعطينا خمسة، بالتالي يتوازن الأكسجين، خمسة أكسجين على اليسار وخمسة على اليمين. لكن كالعادة قلنا لا يمكن معادلة وموازنة المعادلات بأعداد كسرية، فنضرب كل المعادلة في اثنان فنتحصل على أربعة بي مع خمسة أو دو تعطينا اثنين بي دو أو سانك. نمر إلى المعادلة الموالية، ام جي مع او دو تعطينا ام جي او دو. معنا عفوا نتثبت في هذه المعادلة. إذا قمنا بإصلاح المعادلة، ام جي مع او دو تعطينا ام جي او، اذا لنا ذره واحده ام جي مع واحد هباء واحده او دو تعطينا ام جي او. اثنان اكسجين واحد، نقوم بضرب المنتجات في اثنان فيصبح لنا اثنان ام جي او، وبالتالي نعود الى المتفاعل ام جي ونضربه في اثنان وفق الموازنة التالية. على نفس المنوال نواصل بقية المعادلات. نتمنى أن السلسلة هذه حصلت منها الإفادة لجميع التلاميذ. ما تنسوش الاشتراك على قناة الفيا أكاديمية على اليوتيوب. Partagez toutes les nouveautés avec vos collègues et vos amis. J'aime, subscribe à YouTube. Ou ana mabqa li kan chnqol lkom fi mawa'id ila liqa fi mawa'id qareeba fi vidéos, dourous ou tamarin marfaqa bil islah li jami'a al mustawiyat.